السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 24/10/2023، بداية إياب ربع نهائي دور السوبر الأفريقي أو الدور الأفريقي. اليوم متابعين الكرام كان عندنا مباراتين، ولكن قبل ما نتكلم عن المباراتين، اللهم اغفر للمسلمين في فلسطين، اللهم اغفر للمسلمين في فلسطين، اللهم اغفر للمسلمين في فلسطين، اللهم ادخلهم فسيح جناتك، اللهم ادخلهم فسيح جناتك، اللهم ادخلهم الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أهلك النصارى، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة، اللهم أهلك الصهاينة يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا كريم يا رب العالمين. متابعينا الكرام، اليوم الأهلي تعادل أمام سيمبا 1-1. أحرز هدف الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 76، أسست علي معلول، والهدف الخاص بسيمبا عن طريق ساديو كانوتي في الدقيقة 68. وكده انتهت مباراة الذهاب على ملعب سيمبا بالتعادل الإيجابي 2-2. فكده المحصلة ان الاهلي بعد التعادل 3-3 فاز بأهداف اكثر في ارض الخصم، فالاهلي تأهل كده الى نصف النهائي. المباراة الثانية مولود سان داونز تعادل امام بترو اتلتيكو 0-0، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب بترو اتلتيكو بالهزيمة، او بمعنى اصح فوز سان داونز 2-0. فكده المحصلة هو فوز سان داونز 2-0، وسان داونز هيلعب امام الاهلي بإذن الله تعالى على ملعب سان داونز يوم 29 في نصف النهائي بإذن الله تعالى، يوم الأحد 29/10/2023 بإذن الله تعالى. غدا الأربعاء 25/10/2023 في إياب ربع النهائي الترجي هيلعب أمام مازيمبي، وانتهت المباراة في الذهاب بفوز مازيمبي 1-0 على ملعبه. المباراة معادها 6 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 4 عصر مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. الوداد المغربي هيلعب أمام النيمبا النيجيري الساعة 9 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة أنيمبا على ملعبه 1-0 للوداد. متابعين الكرام، خلينا نتعرف الآن على ترتيب الهدافين. المركز الأول محمود كهربا لاعب النادي الأهلي سجل هدفين، ده سواء معه ساديو كانوتي لاعب سيمبا. المركز الثاني رضا سليم لاعب الأهلي سجل هدف، ويحيى جبران لاعب الوداد، وشيخ فوفانا لاعب مازيمبي، ودينيس كايبو لاعب سيمبا، ومارسيلو أليندي لاعب ميلوتي سان داونز، وسابيلو ماسيكو لاعب ميلوتي سان داونز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، عامل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.